عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 اجتماعها الأول بمجلس النواب، وذلك للاستماع والتباحث مع ممثلي السلطة التنفيذية بشأن الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها البرنامج. وقد رأست الاجتماع معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وسعادة السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وفي مستهل الاجتماع رحبت معالي رئيس مجلس النواب بمعالي رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، معربة عن تمنياتها بأن تتجسد عند دراسة برنامج عمل الحكومة روح الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال المشروع الإصلاحي. كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء وسمو ولي العهد على ما أبدته الحكومة الموقرة من حرص واهتمام تمثل في تقديم برنامج عمل الحكومة في الموعد المقرر دستوريا. وأكدت معاليها أهمية أن تسود أجواء التعاون والتكامل بين الجانبين عند مناقشة برنامج عمل الحكومة في اللجنة، لما يمثل هذا البرنامج من خارطة طريق تمكن السلطة التشريعية من مراقبة أداء عمل الحكومة، وتمكن السلطة التنفيذية في الوقت نفسه من تنفيذ خططها ورؤاها على أرض الواقع. من جانبه نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة تحيات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وتقدير سموهما للدور الوطني الذي يطلع به المجلس. وقال معالي إن الحكومة بكافة أجهزتها عاقدة العزم على ترجمة رؤى عاهل البلاد المفدى التي جاءت في كتاب التكليف السامي. وأكد معاليه أن التحديات التي نواجهها اليوم لا سيما المالية تحتم ضرورة التعاون من أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف السامي الذي كان ولا يزال جلالته يؤكد عليه والمتمثل في أن يكون المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية. وجدد معاليه تأكيد أن برنامج عمل الحكومة يمثل توجهات عامة، وستتم ترجمة تلك التوجهات بمزيد من التفصيل في صورة مشاريع عند قيام مجلس الوزراء بحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إلى مجلس النواب. وخلال الاجتماع قدم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضا حول برنامج التوازن المالي لتعريف أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بتفاصيل البرنامج ومبادراته المختلفة ونتائجه المستهدفة، خاصة وأن برنامج عمل الحكومة يعد انعكاسا وترجمة في محوره المالي والاقتصادي لبرنامج التوازن المالي. هذا وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة بحضور أعضاء الوفد الحكومي المشارك يوم الأربعاء المقبل لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة. طبعا اليوم اجتمعنا مع الوفد الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله والوفد المرافق. كان هناك شرح موجز لبرنامج عمل الحكومة اللي هو قائم على برنامج التوازن المالي. كان شرح مستفيض على حسب الإيرادات المصروفات. كانت هناك مداخلات طبعا من أصحاب السعادة النواب في بعض الأمور اللي قد تكون قامضة مثلا بالنسبة لأصحاب السعادة النواب. الحمد لله كان هناك تعاون جيد ومثمر بين الحكومة وبين السلطة التشريعية، فلذلك احنا في أسئلة كثيرة، في أشياء نحب نستفسر فيها أكثر. ها راح تكون إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة. كوني عضو في لجنة دراسة عمل برنامج الحكومة أؤكد على إدراجي وتضمين البرنامج إلى نقطتين مهمتين، وهي قياس الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال وضع برنامج شامل وواسع لقياس رضا المواطنين والمقيمين. ثانيا التوجه إلى التحسين أو تحديث الخصخصة بما يحافظ على رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة والمحافظة على أيضاً توفير الوظائف إلى المواطنين البحرينيين.